السلام عليكم ورحمة الله، وخلونا نتابع في تختيم اللعبة مكان وقفنا. طبعا في نهاية الحلقة السابقة كان هزمنا ماركت ذا فيلومين بسهولة جدا باستخدام السلاح ده. طيب ما حندخل للقلعة ما حسي، لكن حندخل لأول دارين نكمل الأجزاء دي. دارين نمشي أولا للانقاض هنا في البحيرة فيها بعض الأعداء وبعض قطع اللوت، وهنا أيضا في NPC يورا، هنا برضو في قطعة لوت، ودارين نتجه للانقاض دي. منها حيجي نازلين نخش به المجرى ده، هنا في انفيجن NPC وفي ايضا نفق وفي باتشز عنده مهمة جدا ما تقتله، لانه مهمته منها تحصل على بعض الاشياء زي درع صغير جدا، افضل درع صغير في اللعبة، درع الدفاع فيه قوي جدا. فطيب من هنا نمشي الى الفيرست ستيب. فاري ما أظن هيكون عنده كلام. طيب تجي ناحية الأنقاض دي، طبعا هنا تقريبا في قطعة لوت جنب القفافيش. أيوة سميث ستون ون، طبعا الأنقاض القاعدة العامة فيها انه في كل انقاض في غرفة سرية تحت الارض، لكن هنا في غرفتين. ديل معلوم ديل قاعدين يتكلموا ويقولوا شو. ما ضروري تقتلهم كلهم، هنا انا طالما وصلتهم هنا ما عندهم حاجة كده بتشكل تحديد الا الكلاب دي. دي الغرفة والدرون صاحبنا ده فينس ليلي، انظر ده مهم طبعا بيساعدنا اننا نصنع البوت بتاعت النوم، خلي الاعداء تنوم. قبل ما ندخل الغرفة وين ودي الغرفة هنا على ما اعتقد. ايوه الحياة فار سوركي، اتجه بالاتجاه ده عن الكلب. اقعد تحت عندك شنو يس بلاد، كراب إيجز. هنا في غرفة في المنطقة دي كين وينه؟ وين ال هناك هنا. أيوة في سلاح توين بليد، فيه حركات بهلوانية رائعة جدا، الموف سيت الخاصة بيه ما بقدر استعمله. توين بليد أيوة ما أقدر، 18 تكستر. مهم سلاح رائع جدا من بداية اللعبة للناس اللي بيحبوا الدكستر دي. طيب من هنا في وقت النفق الموجود هنا والغرفة، طبعا الكهف مليء بالفيران. فيران دي الضربات العادية عندها البويس فيها عالي جدا. المهم الصندوق ده إذا فتحته حينقلنا إلى كيلد، منجم في كيلد. إذا أنتوا حضرتوا أحد فيديوهاتي حتكونوا عارفين. المهم دارين نمشي المنطقة دي تاليا في NPC ساموراي،
أيضا عنده مهمة رائعة جدا ممكن نحصل منه على سلاح يرى أطول كتانة في اللعبة موجودة عنده. هي هذا هنا، لكن تقريبا بما أننا انتقلنا إلى المنطقة العلوية حيكون اختفى. لا لا قاعد موجود يرى. You must be in the tarnished. Beautiful work, and as such, there's the heart you brought back. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, then seek the. You must not forget, though, those who partake their hunger for dragon until the flood. The strength is no surprise. You must not forget those who partake their hunger until the flood. The strength is no surprise. قاعدين في نفس الكلام. المهم قال القلب اللي حصلت عليه من التنين بعد هزمناه. ممكن تستعمل في الكنيسة اللي وريناكم لها في الحلقة السابقة. المهم ما عنده كلام كثير. طبعا يورا ممكن يساعدك في إغطالك ضد التنين، لكن على ما أعتقد أنا قال عشان تفعل الحاجة دي لازم أول تجي تتكلم معاه، تجي تاني تتكلم مع تاني تجي تتكلم مع تخلي التنين يهزمك، تاني تجي تتكلم مع يورا هيصهر كاستدعاء، هيكون متواجد. لكن ما عارف العلامة بتاعت الاستدعاء هتكون وين صراحة، ما عارف لأني أنا ما جربت الحاجة دي. طيب ده نحصل على grab eggs. لا 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 أقدر أغادل السلاط الطعونات دي. لا حول ولا قوة، الحشرة اختفت ذاته خليناه، كنت أكثر من اللازم. اتجه بالطريق ده بالطريق ده. أيوه يا عمك، شنو يا عمك؟ يا جماعة خليهم، ما داركت لهم كلهم، ياخذوا زمن اكثر من اللازم. شيل بسل دايرين العربة نحن وما فيها، بس عمال انا اقتله. يلا نوقف العربة. Great axe. طيب هنا أتممنا مهمتنا. وين 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 وين؟ ما هنا ما هنا ما هنا. أيوة هنا الأنقاض دي. Waypoint ruins. غلوستون برمو شنو؟ باودر. طبعا هنا برضو في NPC. شوف هنا في حاجة روم فراغمنت. لا تنتقم ليه بنيات هذه طبعا نخليها نجيها. لكن هنا عندنا بوس فايت. المفروض من الضربة الأولى نقتله، لكن لأنه راسه حديدي أتلقى الضربة فحماه. طيب
افتح الباب ده للساحرة. ما متذكر اسمها الصراحة. سيلينا. لين سورسر يقول لها. Still won't run. هتقول إنها مطرودة من أكاديمية السحر لكن برضو شكلها تعلمت سحر المفروض ما تتعلمه. هاهاها. القاعدة المعروفة لكل ذول طردوا. المهم هنا ده لذول داير يلعب بالسحر. ما معتقد صراحة ده ما جربت السحر كثير كده. لكن أنا قايل إنه الجرينستون ستارز ممكن تكون مفيدة. المهم ده ما غرضنا إنه نجي هنا عشان السحر. قد دائرة مخطوطة. جزء من مهمتها إنه كل دائرة مخطوطة سحرية هنجيبها لها حسي. اتجاه ده ما بالاتجاه ده. أيوة المخطوطة السحرية بالطريق ده وهنا في قفزة هوائية ودارين نجي هنا. لكن قبل ما ننزل هنا في روم بير موجود هنا ولا هنا بيجاي. اوه هنا في بعض الذئاب. جولدن رون جولدن رون. ارجع يا ذئاب تراجعي. سامع لي صوت. تعال 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 معنا شوية. ده شكله لكن معي ده بيزيد الفلاسكي فقط. مشكلة. المهم ده الزعيم الغلط غلطه لأنه ما قدر يمسك جماعته. وين يا جماعة؟ شكله هناك. هناك في أحد الجنود العاديين ديل إذا ضربته حيتحول إلى دب عملاق جدا. الأعداء ديل النوعية دي من الأعداء بتحصل منها على الفارتير عنصر تقدر تستخدمه عشان تعيد بناء مش بناء شخصيتك تعيد توزيع نقاط القوة. جهل الأعداء. الله الساحر ده حيتعبنا. الساحر اللي هناك ذاك دي رويال هاوس سكرول. قاعد فوق كده تلغي في السحر جاي انك قليل ادب قليل ادب. واحد بعد كده ننزل للاعداد عاملين نفسهم شفوت ولا ده ما منهم. معليش انت ما عامل نفسك شفت. ده العامل نفسه شفت. عمنا ده وتاني وين وين كان قاعد ورا الشجيرة. يلا شوف اديتنا شنو. درع. مهم يا ذول يا ذول يا ذول شنو لكن تركت من عديد غولد الرون. ده هو الخطر. أقعد أقعد قلي أدب واحد. عندكم شنو هنا؟ سلاح خاص بالطعنات. جريت اي بي 16 ديكستريتي. انا ذاتي ما لاقاني السلاح ده قبل كده. ما اظن في ناس استخدموا عشان مستعمل حصان.
لا كل حال كده نظفنا المكان دي وحصلنا على قطع اللوت الدارينا. نرجع الى سيلينا. إذا حتقدر تتعلم بعض أفضل تعويزة هنا الجلينت بليد فيلينكس سمحة جدا وأيضا الكاليان سلايسر تعويز قوية. المهم تعويز مهمة لسه هنتطرق لها كده بس دي نبداها عشان نقدر نعملها بعدين لما ننتقل إلى بعض الأماكن التانية حتكون موجودة ما حنضطر نرجع عليها. طيب من هنا دايرين نمشي هنا ونمشي بالطريق ده. الوردة تقريبا عندها. صابوني بالسم. أقول قتالنا ده كله اللي يقول درهم. قطعة لحمة. مهم هنا دار امشي للروينز الموجودة في الغابة هنا لكن ما اعرف بجاي بقدر اندل طيب بعيدة يا اخي. مهم نجيها عشان نحصل على صاحبنا الشبح ده بقول في شنو سلابنج سويت سلابنج كل ريس كولد شكله قاعد يتكلم عن الشجرة. طيب هنا دعنا نمشي للبحيرة والطريق بي جاي ما طوالي به هناك. القاعدين في الجسر أمك ده متفوق عليه في قتال بالأحسن. تعال يا كلب تعال يا جماعة يا جماعة يا جماعة الله يشفي حوله ولا هو مات الأشفور ديترمينيشن قوية جدا ديترمينيشن لكن في نسخة تانية اسمها نايت رويال نايت ريزولف أقوى منها. طيب دار اشوف النزلة دي ممكن ولا ممكن نزل بهناك. مهم نمشي ننزل بهناك. انا العمالقة تابعوا في طريقهم. فراغمنت هنا ديل حينزلوا ما حنتطرق لهم كده عندهم حاجة. هنا هيحصل لك انفيجن. هنا بالتحديد مال بلاد فينجر من هنا ولا من هناك هاي الطريق بقى على ما اعتقد. المهم اذا انت بتعاني معاه ممكن تنتظر شوية وحيصهر يورا ساموراي. انا ممكن اقتله لكن داير الساموراي يصهر فهرب منه شوية للطريق ده على ما اعتقد او لمجرد ايوه بلادي فينجر هانتر يورا
شايف يورا ظهر. The end is nigh. Your end is nigh for you. I got dead. صاحبي ده ماله؟ يا خليه يا اخي. المهم ده خنجر رودوفيا. خنجر ده قوي جدا. بالنسبة للبليد قوي جدا. فكر اعمل فيديو عليه من بداية اللعبة الخنجر ده. بناء بليد من بداية اللعبة كده بكون حاجة كويسة. اكتبوا لي في التعليقات اذا حابين تشوفوه. استعمل المصباح عشان نشوف بعض الاضواء. نرجع نستريح نحصل على غطاء الفلاسك. ما قوي كده اسمه منه. باتشس ما قوي كده. طيب هنا في زي جرس زي ما شايف الجرس هذا له. خليهم يجونا لأنه بكونوا مدسين فيه. مدسين في الشجرة. الشجيرات دي أحسن إنهم يجونا مما انقضوا علينا من الشجيرات. يوم ما في حاجة غير قطع كرافتنج كيف موس. طبعا جمع القطع الكرافتنج دي وانت في طريقك افضل من انك بعدين تخصص لها وكي. اذا داير حاجة هتلقاها قاعدة مشروم. كيف موس كيف موس. هنا ده ما داير اعمل بف اصلا عشان خايف اقتله بضربة واحدة وانا ما داير اقتله. باتشز قاعد هناك لكن ما هيصر الا بعد تشيل هدومه. مجرد ملابس. تعال تعال. I'm not a thief. My dear Ogle. Drop a cheap coin. دار قروشي قال. كلب واحد. المهم نقص دمه بس ما تقتله. حاول بقدر الإمكان. نقول إنه حيستسلم. ما تهاجمه. لأنه مهمته فيها مجموعة من الجوائز اللي إحنا دايرينها. اوكي اوكي get down with it. سامحوا اي يطلب منك انك تسامحه كده فهيقوم يبقى ميرشنت او بايع. طريقه حنقدر نحصل على افضل درع في اللعبة بالنسبة للقوة. درع صغير. المهم هنا قاعد يعيد نفس الكلام. ف تقريبا المفروض اطلع من اللعبة واجي. لا لا خلونا نمشي ده انترنس. ليه؟ مع انها اختفت. طبعا اذا رجعت الى باتش حيكون بقى بايع. الله ياخنا ارجع له. ولنستريح ان شاء الله ما يكون ان شاء الله يكون بقى بايع ما يكون جيت ساينا. نتجاهل الاعداء ديل. ما بالطريق ده صحيح. ابتعدوا عني. ايوه باتشز ده الجاي. لكن ما بقدر يجي صح. حلو. طيب ده باتشز. About the bandits. I had those bandits make a clean. Now they're all suppliers. I mean,
But it hardly matters. They're all foot soldiers, work to the bone. Wondering what's inside the tree. Well, it's just something I'm saving. But then again, and besides. المهم تشتري منه، ممكن تشتري منه مارقة شاكل، ده عن طريقه حتقدر تثبت مارقة على الأرض، شايف زي ما قال في الوصف ده briefly بنس مارقة لمرة واحدة. أنا قايل المهم ممكن تستعمله العدد من المرات إذا أنت بتعاني مع مارقة. لا ممكن نشتريه لأنه بعدين لاقيه في العاصمة الملكية. كان داير ممكن تشتري أيضا الجولدن بيكل فاو فوت. تاني ما عندي حاجة، ما أعرف صندوقه ده إذا فتحته حيقوم يخرب معي وشه ويشاكلني، فخلوه حسي ما دايرين نطلع نجي هنا. نعمل بعد البحث عن الصندوق بتاعه ده، شوفوا هل حيا حيضاربني إذا فتحت الصندوق الخاص به؟ تقريبا ما أظن. أنا صراحة في تختيمتي الأولى قتلت باتشز، ما كنت عارفه أصلا عنده مهمة أو حاجة بالشكل ده، فقمت هزمته. طيب الطريق ده هنا حتلقى يورا. طبعا بعد نهاية مهمة يورا ممكن تلقى الهدوم بتاعته أو الكتانة الخاصة به هنا أو المكان الأول اللي لقيناه فيه. وهنا ما عنده كلام كتير تاني. طيب شنو ده؟ مهم تابع الطريق ده. قفز الهواية دي حنجي نستعملها. هنا في كهف آخر، لكن تقريبا الكهف ده فيه هياكل عظمية، فنستعمل استحق يا ربي، لا استعمل السيكريت بليد عشان نقتل الهياكل العظمية بضربة واحدة بدون ما مزعجين صراحة. لا 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 ده ما فيه يا اخي الله. لا الله شكلي حرجع رجع الاشفور الخاصة بي زي ما كانت. ده كهف تاني شكل. لاينز كلو. وجع 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 البليد البليد البليد. انا عندي اثنين من اخوانكم يا اخي، ليه بتكاتلوني؟ انا ذول صديق صديق مسالم. طبعا هنا في فخاخ زي ما شايفين. عنده جا من وين ده؟ كان وراي دايرني امشي حتين. ده فخ. ولد ولد. اللي هو بهاجم كيف؟ برجع عليه ورا وبيقعد يضارب. الجبن صفتكم. يابانيين. ده الرافع عشان نفتح الباب. وفي ما في حاجة هنا. وأنا هبش الفخ. هنا برضو في فخ. لا دي التماثيل حقيقية ديك، لكن تماثيل جنب الباب دي تماثيل
كذب. تعال يا شفت تعال، عامل نفسك معلم. إذا خلاص شوف البوس ده. جولدن فاو. راح يا بليد اشتغل يا شغل النزيف ده. ايوه والله النزيف عنده سريع بيتفعل. اقعد تحت اقعد تحت. جميع الانفاق دي هنا بيكون في قطعة لود، حاولوا احصلوا عليها. طيب من هنا دايرين نرجع، هنا في غفزة هوائية وهنا في جريس الطريق ده. ايوه شايف زي ما شايف. نستريح نستعيد الفلاسك. طيب من هنا في معسكر، معسكر هنا بين ال زي ما شايفين، وهنا تقريبا دي الطريق ده. هاي سي عبد المعلم عندهم حاجة هنا ما أظن. ده المعسكر. نوم العوافي. رح تعالوا يا ذياب، حصلنا على أخوزة. الاثنين سوا. أرمور كوك بوك، فراشات عشان العلامة تختفي. ولد ده هي ما مات يا ولد. ما أنا حاموت بالطريقة دي خصيصا، بتاع الحصان ده مزعج. تعال يا شباب انزل انزل من حصانك ده. كلب واحد. طيب الصخور دي تقريبا ما فوق لها في حاجة كده. روم فراغمنت روم فراغمنت. تعال بالطريق ده. هنا في مجرد رون فرانك وينت هنا مع السيوف دي أظن. على كل حال هنا وصلنا. بوابة بالقرب منها. طيب حاجة أخيرة نختم بها فيها الحلقة دي، دارين نمشي للكهف ده إنه هنقدر نحصل على أحجار تبليص. أي كهف طبعا يا فيه أحجار تبليص يا فيه الأشباح الخاصة بالتطوير، الزهرات غليف وور غوست غليف وور. مهم عشان ما نقع هنا. لا 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 لا. لعبة صعوبة. ننزل هنا
ونمشي كده. طيب لما اعتقد انا هنا نازل في مكان ممكن انزل لها هذيك. لا شوف اول جولدن رون 4 كويس ما بطال. أبو مقع كمان. ونجيب المصعد. ما أظن نحتاجه. حسي أقدر أطلع من الكهف باستخدام الخريطة لكن حنطلع. هنا المعدنين ديل. طبعا في بعض استخدام الشعلة زي ما شايف داق عنده كيس من الفحم على ظهره كين ما أظن كلهم. لا لا ما أظن واحدة ممكن تشعل الكيس الموجود في ظهرهم ده عشان ينفجر. جرد فئران سميسينغ ستون 1 ودا ظنه. أيوة لا لا برضو ما هو تقريبا ما موجودين هنا على ما أعتقد. إذا لقيت واحد منهم هنا ممكن نجرب عليه الحركة دي. هنا برضو فيه غفزة زي ما شايفين. ده شايفين ال الفحم اللي هو شايله. دايما الانفجار حركة ممتعة صراحة. لكن ده عنده شعلة داري املانا نار. سميسينغ ستون 1 جلينت ستون. طيب ده برضو ممكن تشعل النار في ظهره. ده المصعد. طيب المصعد الثاني ده كان بيودينا وين؟ هنتطرق له وحنرجع له عشان نشوف. ده الزعيم هنا. لكن قبل ما نهزم خلونا نشوف المصعد تقريبا في. ايوه نتمنى يجيبوا قايعين نحصل على قطعة اللود دي. حيرتب لي السومبر. لكن خلونا نرجع نشوف انا اوغسته ممكن انزل بجاي ولا ما ممكن. اخ معقوله على ما اعتقد ان نمشي للمكان السفلي. ما في اي طريق حينزلنا دحين.
بعد نهزم الزعيم نجي راجعين تاني للمكان ذاك. عن تاني جيت وما حصلت على الجال العار. وبسط في محلي. وين 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 هنا؟ ايوه هنا. Blood Rune. Stone, but it's missing stone one. من هنا ده الزعيم. لما اعتقد عملاق لكن شوية جلده حجري. هنا بس missing stone one. طيب شبه الفلاسك. ده ما حيسبب بال قاعد استدعي الارواح ساي. الرور ميداليا تزيد جميع قوة الهجمات فيها نفس هي هجمات التنانين على ما اعتقد. ايضا في اشفور او في اسلحة تستعمل لها زي الأعداء اللي قتلناهم فوق في ليمغريف كان بيصرخوا كده تنبيها أجوة. طيب من هنا نرجع للكهف رجعة سريعة نشوف ان احنا فوتنا شن. طبعا الهناية اللي هنا حصلنا عليها. جاهل الأعداء هم ما حيسألوك أصلا. هنا في المصعد قريب مكان مفروض نمشي تحت نجي هنا. العدال موجودين لو جبهوي. أو شنو ما عارف انه في قتال هنا. تكورك مالك. Missing stone one. ما في حاجة تقريبا. طبعا الكوف مليئة بالجدار الخفية فأي جدار بتحس انه ما هو تيو ضربه بس. طبعا بعد قتلنا الزعيم حنقدر عادي نطلع من النفق. طيب من هنا طبعا تطرقنا لجميع المنطقة دي والكهف ده حمنا المكان ده كله والكهف هنا. طبعا الجزء السفلي هنا من ريمغريف طبعا تقريبا ما فضل فيه حاجة الا هنا في زي كهف ده نمشي له. طيب قبل ما نمشي للكهف على ما اعتقد ده قدر كافي للحلقة دي. ففي بداية الحلقة القادمة ان شاء الله هحاول استعمل الجوست جريف جلوفور عشان نطور استدعاء الارواح. زي ما شايفين عندنا كمية من الأحجار التبليص لحد 3 إذا حاب تستخدم أي سلاح آخر. فبس ده كان الفيديو لليوم. شكرا للمتابعة. إذا عجبك الفيديو ادينا لايك وإذا ما مشترك اشترك وشكرا.